بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الثاني. كنت وعدتكم بأنني غادي ندير بث مباشر من ابتداء من الثلاثاء، لكن الله غالب طحت مريض، والحمد لله راني تعافيت، الحمد لله راني أفضل مما كنت. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم دردشة تانية معكم. أولا رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف 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 خير. إذن تحية لكم جميعا. غادي نتكلم، نحاول أننا نديروا دردشة حول الأحداث الأخيرة التي وقعت، ويهمني أنني نتكلم على موضوع اتحاد مغاربي بدون المغرب وبدون موريتانيا. إذا كان يهمكم هذا الموضوع نتكلم فيه، ونحل نعطي الكلمة لبعض المتابعين اللي حبوا يطلعوا باش ينضموا ويطرحوا أسئلة، إذا حبوا يطرحوا أسئلة بخصوص الموضوع وبخصوص هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام، التي كان يحضرها لها النظام منذ أشهر طبعا. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا ثاني بث مباشر أو ثالث بث مباشر، لأن كان البث المباشر الأول اللي درته كان مع الأخ والأستاذ عبد الفتاح نعوم الصديق العزيز اللي نوجه له التحية بالمناسبة، ثم قمت بثبت تجريبي من السيارة، وكان هناك تجاوب، كان بث تجريبي ناجح، وحاول أنني نكون معكم يوميا في هذه المنصة. الهدف نتاعي كما قلت لكم فيما سبق هو أنه نتحاور مع بعضنا البعض، حتى تكون هذه المنصة منبر للإخوة في المغرب ولا في الجزائر ولا من أي بلد، اللي يشاركنا اللغة والموضوع ويشاركنا يعني الحديث حول المواضيع التي سأتطرق إليها من خلال هذه المنصة الهامة. أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ورمضان كريم. اليوم أعلنت السعودية والإمارات والقطر والكويت وأعتقد البحرين إن الحرب غادي تكون غادي يكون، أنا قريت تعليق الآن، رمضان غادي يكون يوم غد إن شاء الله، نصوموا بالصحة واستر كل عام وأنتم بألف ألف خير. إذن تحية لكم جميعا. كما قلت لكم الفكرة هذه التي ما لقاتش طبعا تجاوب من قبل الرئيس الموريتاني، اللي استغل من خلالها عبد المجيد تبون ولا العصابة نتاع العسكر باش يعلنوا عليها وبشكل محتشم من خلال قمة منتدى الغاز أو منتدى الدول المصدرة الغاز التي انعقدت بالجزائر الأسبوع الماضي. حاول النظام أن يستغل هذه الفرصة باش يمرر ذلك، يعني تلك الرسالة على أن النظام يبحث عن بناء تكتل مغاربي بديل للاتحاد المغاربي الذي تم إنشاؤه في مراكش في سنة 1989 في قمة 17 فبراير بمراكش، التي انبثق عنها معاهدة مراكش التي جمعت البلدان الخمسة آنذاك. النظام تبين مخططه من خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع عبد المجيد تبون والمنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا وقيس سعيد رئيس تونس. تأكد المخطط نتاعه الذي كان، احنا كنت سبق انني تكلمت اثناء زياره احمد عطاف الى تونس ثم الى طرابلس ثم الى نواكشوط بانه بلغهم رسائل من عبد المجيد تبون حول هذا الموعد الذي رتب او تم الترتيب له قبل اشهر، و يعني رفض الرئيس الموريتاني المشاركه في هذا اللقاء، وتحجج بوفاه صهره وغاب عن هذا اللقاء، وما رغم ذلك عاود اتصل به عبد المجيد تبون، هو خاف ان ما تنضمش موريتانيا الى هذا المبادره، موريتانيا لن تنضم الى هذه المبادرة بخصوص إنشاء تكتل يعني يكون بدون المغرب. غريب الأمر أن يصل الأمر بالعصابة تفكر في إنشاء تكتل
يعني إقليمي بدون البلد الهام والأكثر تأثير، هم خايفين طبعا لأن مشكلتهم مع المغرب هو يعني يظنون أن المغرب يتسابق معهم حول زعامة إقليمية، هم هذا التفكير نتاعهم، وبالتالي ما باغيينش يعني حابين أنهم يجروا تونس وليبيا. وموريتانيا طبعا فشلوا لأن موريتانيا لن تتكتل معهم في تنظيم أو تكتل إقليمي موازي أو مغاير للاتحاد المغاربي الذي عفوا الذي أنشئ سنة 1989. ثم أنا بالنسبة إلي لم أفهم لماذا هذا النظام لحد الساعة لم يقدم على الانسحاب من معاهدة مراكش التي تم التوقيع عليها في فبراير 1989. من أنت مراكش يعني مؤمن باتحاد مغاربي مع المغرب فلتنسحب من معاهدة مراكش، وخصوصا أنك خرقت تلك المعاهدة بقطعك للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب منذ أوت 2021. إذن أهلا وسهلا، أهلا بكم وسهلا. يعني نشوف نريد موضوع على مالي والجزائر. كنت تكلمت في البث المباشر أن الوزير الأول نتاع مالي أشار إلى أن مالي لا تريد عداوات مع أي بلد، وكان رد على المناورات، طبعا المناورات الروتينية التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي بالنواحي العسكرية الست، يعني هناك 6 نواحي عسكرية في الجزائر، آخر هذه المناورات التي كانت سميت ب زوبعة الهجار 2024. أنا اللي يهمني إذا كان يعني يهمكم الموضوع نتاع تونس ليبيا والجزائر تكتل مغاربي موازن وبدون مغرب، ولا نمشوا الموضوع آخر. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا، شكرا لكم. جيري دورمير شيفو تكلمت فيها في اللايف قبل قليل، وأعطيت الرأي نتاعي بخصوص الفضيحة. يعني طبعا مؤسف جدا الواقع اللي راه يعيشه الشعب الجزائري، وطبعا الروبورتاج عرى وكشف بلد منغلق للغاية. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا بكم. إذا كان حب واحد يطلع ولا اللي حب يتكلم يقدم الطلب نتاعه ونشوفه. طبعا الحديث وإعطاء وجهة النظر يكون في إطار طبعا محترم، في إطار يعني الودي، وحتى وإذا اختلفنا في الكلام أو في المواقف أو في الآراء فهذا يجب أن لا يفسد من القضية. طلبت أخي وليد، إذن نشوفه هنا الضيوف. طلبت قبول، تفضل وسهلا. أهلا وسهلا أستاذنا. أهلا وسهلا، تفضل أخي، مرحبا بك. تحياتي لك أستاذ وليد، وتحياتي للإخوة الكرام الحاضرين في هذا البث. رمضان مبارك إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والإيمان وبالهناء إن شاء الله يا رب العالمين. أمين يا ربي، أمين يا ربي. لك 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 جزيل الشكر مني أنا كمتابع قديم، وربما قد سبق لنا وأن اشتركنا بشكل ثنائي مع الأستاذ سي محمد مدحة. أهلا وسهلا، تحية لك سي محمد مدحة. الله يحفظك استاذنا، الله يحفظك استاذنا، وكنحييك على المواقف ديالك وعلى السعي الحثيث والجاد من خلال هاد الماده اللي كتقدم على الدوام، اللي فيها سعي حقيقي ديال الانسان يعني مغاربي الى الجمع ما بين هاد الشعوب المغاربيه ونبذ هذه الخلافات، وتبنيك للطرح الموضوعي الذي لا يرتهن بتلك الاندفاعات العاطفية القائمة على أساس الرابطة ببلد ما أو بعرق ما، وأنا ترفع لك القبعة من هذا المنبر. شكرا لك أخي محمد، وتحية لك، ومرحبا بك في هذا البث المباشر، هذه منصتكم جميعا
عندكم كامل الحرية للحديث والتعبير وإبداء الآراء حتى وإذا اختلفنا، فهذا لا يمنع من أننا ننصت لبعضنا البعض. لك كل الحرية، وإذا أردت مناقشة أي فكرة أو طرح سؤال تفضل، مرحبا بك. الله يعطيك الصحة أستاذ. هذا أنا بالنسبة لي ربما الإخوة الجدد يمكن ما كيعرفوش الأستاذ كبير مزيان، ولكن أنا ما أعرفه كشهادة، وهذه ليست للمجاملة ولا أحتاج فيها أن تقول لي شكرا، هذه قناعتي. وحنا في هذه الشهادة، في هذا العواشر، نحن أمام الله سبحانه وتعالى قبل الإنسان، كإنسان اللي عرفت أنه إنسان اللي منفتح على الرأي الآخر، إنسان قمة في الأدب، قمة في الأخلاق، وأيضا سعي حثيث يعني دائما إلى الجمع وإلى الترفع على كل ما يمكن أن يخلق تشنجات، ودائما الدعوة إلى الخط اللي يمكن يجمع فيه الشعوب المغاربية عوض الدخول في هذه الشنآن وفي هذه الصدامات التي في آخر المطاف لا تخدم شعوب المنطقة برمتها. بارك الله فيك أستاذ محمد على هذه الكلمات، والشكر الجزيل. أنا نعم يعني احنا في صراع مع قوى الشر، لأن كل من يريد تفرقة شعوب شمال أفريقيا، كل ما يريد التفرقة بين الجزائر والمغرب على وجه الخصوص، هو ينتمي إلى قوى الشر. وإحنا في مواجهتنا لهذا النظام، وانتقادنا لسياسته، وانتقادنا للأصوات التي تدافع عنه، فهذا من باب أولا أننا نريد الخير لوطننا ونريد الخير لجيراننا، وبالتالي إحنا نسعى إلى الدفع نحو طي هذه الصفحة، نحو بناء علاقات استراتيجية، نحو فضاء شمال إفريقي، فضاء مغاربي يخدم تطلعات شعوبنا. وبالتالي نحن نسعى إلى الخير وهم يسعون إلى الشر، وإن شاء الله خيرنا سينتصر على شرهم. أكيد أستاذنا، أكيد أستاذنا. طرحتي واحد الجملة، أنا جيت في اللحظة اللي طرحتي واحد الجملة من المواضيع، ولكن آخر الموضوع اللي كنت مركز عليه هو مسألة ديال هذه المستجدات، هذه المناورة، أنا أعتبرها مناورة في تقديري، المناورة التي قام بها النظام العسكري الجزائري في سبيل تشكيل واحد التكتل من دون باستثناء المملكة المغربية، وهي مناورة في تقديري مناورة، أنا أعتبرها مناورة، ليس إلا لأن العمل يعني ديال خلق واحد التكتل كيتبنى على واحد الأسس متينة، وكترعى فيه المصالح، وكترعى فيه يعني كثير من الحسابات، ويتطلب كثيرا من الجهد والدراسة. ما ارتأيت أنا في طور هذا التفاعل، او هذا التأزم المتزايد يوما بعد يوم مع المملكة المغربية، اعتبره مناورة من اجل ممارسة الضغط اكثر ما هو مشروع حقيقي من اجل تأسيس تكتل من خارج المغرب، لان هذا النظام يعلم تماما ان مثل هذا التكتل يعني لن تكون له يعني لن ينجح على أرض الواقع إذا استثنينا المملكة المغربية. وفي تقديري هو نفس الشيء، إذا ما حاولنا أن نؤسس لتكتل اقتصادي ونلغي فيه الدولة الجزائرية بمقدراتها وبثرواتها وبالثروة البشرية، فأعتبره سيكون أيضا مناورة فاشلة. وبالتالي أنا ما أراه يعني كوجهة نظر هو مناورة، وخاصة إذا ما قارنا هذه الخطوة مع ما يحدث على مستوى الأزمة المغربية الفرنسية، بحيث أنها وكأن الواجهة ديال هذا النظام العسكري في إطار دوره الوظيفي يقوم بمزيد من الخطوات يعني في تناسق تام مع تعمق الأزمة الفرنسية المغربية. هذه وجهة نظر ديالي أستاذ. هي متفق معك في هذا الجانب، ونضحك الجماعة، هذا التكتل ما دعاوش إليه زعيم جمهورية الوهم. يعني المفروض أن بما أن هذا النظام يعترف بجمهورية على تراب تندوف، كان من المفروض يكون حاضر معهم، يعني استثنوا حتى
عفوا بن بطوش اللي يعتبروا انه راه داير جمهوريه وراه هذه الجمهوريه هي عضو بالاتحاد الافريقي. طبعا هذا المشروع مولود ميت، لان اولا هذا النظام عودنا على انه لا يمتلك اي استراتيجيه، وبالتالي ما قام به مؤخرا هو من اجل استفزاز المغرب فقط، لان هذا النظام هو المسؤول الاول على جمود المشروع المغاربي، والأشقاء في تونس وفي ليبيا يعلمون ذلك جيدا. أما الجانب الموريتاني شفنا أنه لم يشترك في هذه الخطوة لأنه لا يؤمن بتكتل اقتصادي دون المغرب. المغرب هو البلد الريادي في المنطقة، وهو البلد الذي يعني أثبت على أنه له تأثير ليس في المنطقة فقط بل في القارة الإفريقية. كنا نتمنى من هذا النظام أن يعني يتجاوز بكل شجاعة هذه العقبات ويحل المشكل نتاعو اللي هو بالأساس مع المغرب، واللي هو ماهوش متعلق بقضية الصحراء المغربية في غربها، بل هناك أمر متعلق بالحدود ومشكل تاريخي عميق. لكن هذا النظام عودنا دائما على سياسة الهروب إلى الأمام، وأنه يتناقض مع نفسه ويتناقض، وتصريحات مسؤوليه متناقضة. لأن لما تكلم عبد المجيد تبون على تكتل ثلاثي وأنه سيكون أول اجتماع في تونس، يعني يتناقض مع ما قاله أحمد عطاف الذي قال بأن ما زلنا نؤمن بخيب الخيار المغاربي وأنهم يسعون إلى ذلك. وبالتالي هذا النظام يكذب الكذب ويحاول أن يصدقها هو بنفسه. وهذه الخطوة لا تمتلك أي أسس ولا تمتلك أي يعني رؤية لتخدم يعني شعوب هذه الدول بعد بالثلاث، لأن النظام مشكلته فقط كيف يعني يبقى في صراع مع المغرب، كيف يوهم العالم على أنه يتزعم المنطقة فقط. والتطورات الأخيرة التي حدثت في منطقة الساحل والمشكل الذي دخل فيه هذا النظام مع دول الساحل يتخليه الآن أنه يبحث عن شيء آخر يعني يظهر من خلاله على أنه له تأثير في المنطقة، لكن الحقيقة مغايرة لذلك، وأن هذا النظام أصبحت الدول المحيطة في الجزائر ترى فيه بعين الريبة، لأنه لا يمتلك النية الصادقة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة ومن أجل بناء علاقات الجزائر مع الدول بما يخدم تطلعات شعوبنا. وبالتالي خطوة يعني فولكلورية ولا تحمل أي مشروع جاد لتحقيق تطلعات الشعوب المغاربية. نمشو إلى ضيف آخر إذا كان. واخا أستاذ، سؤال غادي نودعك أستاذ، لا تفضل تسمحني سمحتي. تفضل تفضل. نعم، بالنسبة للموقف الموريتاني سي وليد، واش كيبان لك أن انسحاب الرئيس يعني تحت ذريعات انه فقد ربما الصهر ديالو، توفى الصهر ديالو، ولا انه هروب من الوقوع في هذا المطب الذي نصبه النظام العسكري، ام ان الامر فيه ربما معطيات اخرى لا نعرفها يعني نحن كمتتبعين عاديين؟ لان التصور ديالي مشاف في الاتجاه ديال انه هروب من ذلك المطب، فطن بذلك المطب وذلك الفخ الذي يبنيه النظام العسكري، فيعني تحجج بذلك وحاول أن ينسل دون أن تكون لذلك يعني وضوح في معارضة هذا المشروع. صحيح، لأن هو الرئيس الموريتاني استخدم ذريعة وفاة صهره لينسحب حتى لا يقع في حرج، وهذا موقف أعتقد أنه هو موقف يحسب له، لأنه أدرك مخطط عصابة العسكر التي أرادت أن تورطه، لأن هذه العصابة تعمل بكل ثقلها من أجل أن تحدث أزمة دبلوماسية بين المغرب وموريتانيا. وهنا في هذه المناسبة أود أن أنبه الإخوة المغاربة إلى ضرورة الحذر وعدم عفوا إعطاء فرصة لهذا هذا هذا النظام، هذا النظام الذي يهمه أن يتم عزل المغرب وأن تكون هناك علاقات متوترة بين دول شمال أفريقيا والمغرب وعلى رأسهم موريتانيا. الرئيس الموريتاني انسحب بذكاء، انسحب
بحنكة وأعطى رسالة إلى هذه العصابة على أنه لا يمكن أن يدخل في 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 مشروع يستثني المغرب ضمن الفضاء المغاربي الذي يضم 5 دول وليس 4 أو 3. يعني هذا النظام يريد الآن بعد أن يعني تلقى الإشارة من قبل الرئيس الموريتاني، أكد يعني يتكلم على أن اللقاء سيكون ثلاثي، وستكون أول قمة غادي تكون في 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 تونس، لأن موريتانيا أعطتهم رسالة صريحة يعني، وقالت بأنها لن تشترك في هذا المخطط الذي أعتبره شخصيا أنه ولد ميتا. شكرا لك أخي. شكرا أستاذنا، تحياتي لك، فرصة أخرى إن شاء الله. تحياتي. تفضل السي عبد الغني، أهلا ومرحبا. إذا كان ممكن السي وليد، راه أستاذ شكري راه كاين هنا، إذا كان ممكن. تحياتي لك الأستاذ شكري. نعم هنا شكري، للصورة اللي راه دايرها هنايا مانيش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا سي عبد الغني. أهلا سي وليد، كي داير؟ بخير لاباس؟ لاباس الحمد لله. نور تيك توك. أهلا وسهلا. الله يسلمك ورمضان مبارك. واش مبروكة، والله يدخل علينا بالبركة باليوم من وبل. بارك الله إن شاء الله. بارك الله فيك، و تحياتي أيضا لك وللوالد العزيز، سلم عليه بزاف. للأسف ما راش حدايا هنا، ما نفوتو لك يسلم عليك حتى هو، لكن ما كنا ما فراسيش زعما مفاجأة درتها لنا، كنا عندنا علم مسبق كان ممكن نفوتو لك في اللايف. شي مشكل، فرصة أخرى إن شاء الله. غادي يكونوا اللقاءات إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله غادي يكونوا اللقاءات. تفضل سي عبد الغني، تفضل. قلت يمكن نعطي الفرصه للسلام على في شكري، ولكن اذا بغيت انا كنت عندي تساؤلات هذه شحال كنت باغي نطرح عليك، لان كنت سبقت خديتي مبادره واحد المره مع منظمه حقوق الانسان، هذاك البث المباشر اللي التواصل المباشر اللي درتيه، ما عرف بغيت نعرف مطلب الانسان اللي قدمتيه في قضية فتح معبر إنساني للعائلات المتضررة من غرق الحدود، واش هذا جاب شي زعما فين وصل لهذا الطلب مطلب اللي قدمت لي؟ لحد الساعة نقمنا بخطوة هي كانت خطوة أولية ووصلت إلى الأمم المتحدة، وستكون خطوات في المستقبل إن شاء الله من أجل الضغط وتحقيق هذا المطلب الإنساني الهام اللي يخص، واللي غادي يعني إذا في حالة تحقيقه ستستفيد منه عشرات الآلاف طبعا من العائلات التي تضررت من خلال غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر. كعرف حنا من كتعرفني اصلا انا من الناس من المتضررين من هذه القضيه، ودائما كان الهاجس ديالنا كاملين اصحاب المنطقه الشرقيه والحال الغربيه من الجزائر ان متضررين من هذه العصابه اللي قطعت الارحام والارزاق. صح صح صح. ما نطولش عليك سي، اعطيو الفرصه لسي شكري. تفضل سي شكري، تفضل. سي وليد السلام عليكم ورمضان مبارك ان شاء الله. ورمضان مبارك، كل عام وانت بخير. سي عبد الغني واخي، الله يحفظك سي عبد الغني واخي واستاذي السي الحميدي وكل الاخوه الاخوات في التعليق. كنهنئك اولا بالبث بادرة طيبة سي وليد، لعل الرسالة توصل إن شاء الله. فكما يعلم الجميع أنت يعني عندك واحد الحب كبير عند المغاربة، كنحترموك وكنقدروك، وماشي غير المغاربة فقط، فأكيد الأحرار الجزائريين داخل الجزائر وخارج الجزائر وكل طبيعة الحال الإخوة العرب والأمازيغ اللي كيتابعوا الشأن الداخلي الجزائري وكذلك
العلاقة الجزائرية المغربية. أخي وليد، يعني بكل صراحة، تحركات النظام العسكري الديكتاتوري الأخيرة أليست توحي بأنه يعني وصل إلى طريق مسدود، وأن الدبلوماسية المغربية يعني خنقته بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأنه يعاني بشدة خصوصا يعني مع التوترات داخل الجزائر، الأزمة داخل الجزائر، ومشكل أيضا يعني الانتخابات القادمة، الانتخابات الرئاسية المتوقعة، يعني في المتوقع إجراؤها في يعني في شهر ديسمبر من السنة الجارية. يعني أليس هذا هو السبب في تحركاته الأخيرة، فتح مكتب بجمهورية الريح، ويعني الاجتماع مع الرئيس التونسي وكذلك ليبيا، جزء من ليبيا؟ ما تفسيرك لهذه التحركات سيد وليد؟ هو أستاذ شكري، ما يقوم به النظام في الوقت الحالي نضعه في خانة سياسة الهروب إلى الأمام، هذه من جهة، ومن جهة ثانية هذا يؤكد أنه فشل خارجيا. والحقيقة أنه النظام اللي يكون فاشل على المستوى الداخلي لا يمكن أن ينجح على المستوى الخارجي. والشيء اللي تحقق بالنسبة للمغرب بالنسبة لقضيته الوطنية الأولى منذ إعادة حركة السير إلى معبر القرقرات إلى يومنا هذا، هو أمر لم يتحقق خلال العقدين أو خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. هذا النظام في فترة تبون شنقريحة يعني حصد الهزائم وأثبت فشله، وما يقوم به حاليا هو يعني تخفيف من، يحاول يبحث عن كيف يخفف من آلامه وكيف يخفف من وطأة الهزائم التي حصدها خصوصا على المستوى الدبلوماسي. طبعا لأن هذا النظام حول الدولة الجزائرية للأسف إلى دولة لا وزن لها ولا هيبة لها ولا مواقف لها واضحة. والملاحظ خلال هذه الفترة الأخيرة، يعني خلال ال4 سنوات الأخيرة، أن هذا النظام لم تعد له يعني لم يعد له المشكل مع المغرب فقط، الأمر تعدى إلى باقي دول الجوار. هو عنده مشكل الآن مع جانب من ليبيين، عنده مشكل مع دولة مالي، عنده مشكل مع دولة النيجر، وعفوا عنده مشكل مع إسبانيا التي غيرت الموقف نتاعها، والتي حاول هذا النظام أن يعني يضغط عبر استعمال ورقة الغاز، أن يضغط عبر تعليق التجارة مع إسبانيا، لكن في آخر المطاف إسبانيا أكدت على أن موقفها من ملف الصحراء المغربية هو موقف لن يتغير، وأن إسبانيا تدعم الحل الواقعي، الحل الذي يعني كل القوى الكبرى تقول على أنه هو الحل الأمثل لهذه المعضلة. لكن النظام مشكلته ليست في قضية الصحراء المغربية الغربية، بل مشكلته في جذور الأزمة مع المغرب، والتي هي متعلقة ب يعني أصل الصراع اللي مبني على خلاف يتعلق بالأراضي المغربية التي ضمت من قبل فرنسا إلى الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي. وبالتالي هذا النظام كي يهرب إلى الأمام، كي يتملص من التزاماته، كي لا يفي بما تعهدت به الدولة الجزائرية مع المغرب، كي لا يحقق أو يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري والشعب المغربي وكل شعوب المنطقة، هو يمارس هذه يعني الشطحات، ويوهم أو يحاول أن يوهم العالم على أنه قوة ضاربة وعلى أنه هو الزعيم في المنطقة. لكن للأسف الجزائر في حكم هذا النظام فقدت هيبتها وفقدت وزنها، وأصبح ليس فقط المغرب اللي عندها مشكل معاه، بل يعني دول كثيرة. ورغم شفتوا العلاقات كيف تدهورت مؤخرا بين مالي والجزائر، الأمر الذي اضطر السلطات باماكو إلى إلغاء اتفاق الجزائر والدعوة إلى حوار داخلي عفوا مالي، وهذا الأمر الذي لم يتقبله هذا النظام الذي أصبحت له مشاكل مع القوى الكبرى، والتي يبحث دائما عن دعمها، لأنه هو لا يستند على شرعية شعبية. هناك هو كبيرة بين الشعب والنظام، وهذا النظام يعني الهم الأول والآخر انتهى كيف يضمن دعم القوى سواء الشرقية أو الغربية،
كي يستمر في سيطرته على الجزائر. والنظام هذا الذي لا يفكر كيف يصحح أخطائه، يعني يحاول أنه يعني أوليو باش يصحح الخطأ نتاعه يروح يعاود يرتكب خطأ آخر، ويظن على أنه هو راه على صواب والآخرون ما راهمش راهم غالطين. وهذه يعني ما نلاحظه في المدة الأخيرة هو أمر لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الجزائر ومستقبل الدولة الجزائرية. إذا كان بوتفليقة حافظ على يعني على الاستقرار الجزائر لمدة 20 سنة وإبعادها عن حافة الانهيار، أعتقد أن النظام الحالي يسارع في خطوات البلد نحو الأسوأ، وإذا لم يقع التغيير الحقيقي الذي من خلاله يكون هناك بناء دولة جديدة وبناء منظومة حكم جديدة، أعتقد أن الأمر سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل. نعم، شكرا سيدي. يعني انت قلت بلي ان النظام العسكري الديكتاتوري على مستوى السياسه الخارجيه له طبيعه الحال علاقه او صله بفشله على مستوى السياسه الداخليه، وهذا واضح. اذا ممكن ان نعتبر ان هذا فشل. كذلك هو يعني عنده مشكل مع الدول المحيطة به، النيجر، مالي، المغرب، ليبيا، تونس. فحتى العلاقة اللي عنده مع ليبيا فجزء من ليبيا فقط، العلاقة مع تونس نعتبره جزء من تونس لا أقل ولا أكثر، وكذلك مع النيجر ومع مالي. إذا أصبح يشكل تحالفات مع يعني الأجزاء صغيرة من كل دولة محيطة. إذا هو فشل وأيضا عزلة، نعتبره عزلة. والجملة اللي طبيعة الحال يمكن أن نؤكدها هي أنه لا قيمة له ولا وزن ولا هبة ولا تأثير كما صرح لافروف، هذا ما يؤكده على مستوى يعني على كل ما يعني قام بخطوة إلا وأكد يعني الجملة التي لخصها لافروف أنه لا قيمة ولا وزن ولا هبة ولا تأثير له. سؤالي أستاذي الفاضل يعني بخصوص تصريحات السيدة بهيجة سيمو، يعني ذكرت على أن يعني الصحراء المغربية الغربية والشرقية معا هما مغربيتين، ويعني ذكرت يعني الوثائق وخرائط التي تثبت مغربيتهما. نعم. ما رأيك في تصريحات السيدة بهيجة سيمو؟ هي المحاضرة التي ألقتها السيدة بهيجة سيمو اللي هي مديرية الوثائق الملكية، يعني أنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. علاش؟ هو مصر على أن، وهذه قناعتي كجزائري، لأن إصلاح ذات البين بين البلدين وإصلاح الخلل وإرجاع العلاقات إلى طبيعتها يتطلب الحل المشكل من جذوره، وجذور هذا الصراع متعلقة بأمور تاريخية ومتعلقة بالحدود ومتعلقة بتلك الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر عندما كانت تحت حكم فرنسا. ما قالته السيدة بهيجة سيمو هو يدخل في إطار التاريخ وتنوير الرأي العام، لأن النظام الحاكم في الجزائر أراد أن يخلق تاريخا مغيرا، أن يزور التاريخ وأن يوهم الجزائريين بأمور لا علاقة لها بالتاريخ الحقيقي. والمغرب بلد عريق وبلد يمتلك التاريخ ويمتلك كيلومترات كما قالت السيدة بهيجة سيمو من الأرشيف، وهذا اللي أعتقد أن منح أو فتح الباب للاطلاع على هذا الأرشيف سينمي من الوعي لدى الجميع، خصوصا الجزائريين الذين تعرضوا لغسيل دماغ لمدة 60 سنة من قبل هذا النظام الكذاب، هذا النظام المروج للأكاذيب والمغالطات، خصوصا عندما يتعلق حول المغرب، كي يستمر هذا المشكل وكي يستمر هذا العداء حتى يتملص كما قلت من التزاماته. الخرجة نتاع، أنا أعتبر أن الخرجة الدكتورة بهيجة سيمو هو يعني فتح رسمي من قبل المغرب لملف الأراضي المغربية التي ضمت إلى الجزائر الفرنسية. وأنا أتمنى
أن يثار النقاش بشكل أكبر حول هذا الموضوع، وأن يتطلع الرأي العام إلى الحقيقة، وأن يعرف يعني التاريخ الصحيح والتاريخ الحقيقي نتاع المنطقة نتاعنا، حتى نتمكن من تكوين قوة تأثير تمارس ضغط على هذا النظام ودفعه إلى في آخر المطاف. ولو أنني أنا يعني أتطلع إلى تغيير منظومة الحكم من أجل بناء علاقات طبيعية مع المغرب، لكن هذا لا يمنع من أن نضغط على هذا النظام حتى يتم كشفه وفضحه، ومن ثم إرغامه إلى رفع الراية البيضاء والتفاوض مع الجار، لأن الجار يعني صبر كثيرا، وهذا الجار يعني من حسن حظنا أن عندنا جار اسمه المغرب، لأن لو كان عندنا جار يمتلك نفس العقلية ولا منظومة حكم مشابهة لمنظومة حكم العسكر في الجزائر لكانت أنهار من الدماء بين المغاربة والجزائريين. لكن من حسن حظ منطقتنا أن المغرب حباه الله بملوك حكماء، سلاطين المغرب وملوكها لهم أياد بيضاء ليس فقط على الجزائريين بل على كل شعوب المنطقة، وبالتالي من الضروري أن نتكلم في التاريخ، لأن التاريخ هو نقطة ضعف هذا النظام. التاريخ الذي يحاول حاليا هو راه يوظف وحدين لا علاقة لهم بالتاريخ كي يروجوا للأكاذيب، وأما المؤرخين الجزائريين فهم الآن ملتزمون الصمت، أو طبعا فرض عليهم الصمت لأنهم لا يمكن لهم أن يشاركوا. لما نتكلموا على بعض المؤرخين الذين يتميزون بالموضوعية والذين كانوا قد صرحوا تصريحات جريئة فيما سبق، هؤلاء في الوقت الحالي ممنوعون من الظهور في وسائل الإعلام المعتمدة من قبل النظام الحاكم في الجزائر، ولا يسمح لهم بذلك بالحديث لأنهم يعرفون الحقيقة، يعرفون الحقيقة، وهم الآن راهم تحت ترهيب وقمع، لأن النظام الحاكم في الجزائر يمارس قمعا فكريا بالدرجة الأولى ضد النخبة الجزائرية، التي إذا تكلمت بالحقيقة سيتم أول حاجة يديرولها سيتم سجنهم، وأنا أتفهم هذا الأمر. وبالتالي اللي رانا نشوفوهم يتكلموا في التاريخ هم لا علاقة لهم بالتاريخ. أما عن شخصي أنا لست مؤرخ، أنا أمارس الإعلام، ولما أتضع عيني على وثيقة تاريخية أتأكد منها ثم أحاول أن أنشر الأمر يعني من مصادر موثوقة حتى أنور الرأي العام. كانت آخر ما نشرته أمس حول السلطان مولاي سليمان الذي بايعه أهل تلمسان قبل وصول الفرنسيين إلى الجزائر، يعني في بداية القرن 19، وأن آنذاك السلطان مولاي سليمان اللي هو كان ملتزم بمعاهدة مع الدولة العثمانية يعني قال لهم سأتدخل للصلح بينكم بين السلطان العثماني أو باشا الترك وأبقوا في دياركم. وهذا يؤكد على أن أيادي السلاطين المغرب وملوك المغرب على الجزائريين كانت أياد بيضاء، وأن هذا النظام لا يحب أن يتم نشر مثل هذه المعلومات أو الحقائق التاريخية، ويحاول أن يصور على أن سلاطين وملوك المغرب خدعوا الجزائريين وخانوهم وقاموا بكل شيء يعني فظيع في حقهم، والحقيقة مغايرة تماما. إذن خرجت الدكتورة سميرة أو بهيجة سيمو هو أول الغيت، لأن نحن بحاجة، نحن بحاجة إلى أن يطلع الرأي العام في البلدين إلى حق إلى التاريخ الحقيقي، لأن هناك شيء يشترك بيننا، هناك يعني هناك كان جسم دخيل بيننا اللي هو الاستعمار الفرنسي الذي قام بجرائم في حق منطقتنا، ليس في حق الجزائر والمغرب فقط بل في كل منطقة شمال إفريقيا. وبالتالي آن الأوان أن نتكلم في هذا الموضوع وأن يتم نشر ما من شأنه أن يؤثر أو يزيد من وعي الجزائريين والمغاربة حول ما ارتكب في حقهم منذ قرنين من الزمن. أو حيي مديرة المديرية الملكية للوثائق أو المديرية الوثائق الملكية على هذه الخطوة، وأتمنى أن هذه الخطوة ما تتوقفش وأن يتم رقمنة الأرشيف من أجل أن يكون الوصول أو الولوج إلى هذه الوثائق متاح للجميع، حتى يعي
ويفهم الجزائريون أن ما قام به هذا النظام منذ 6 عقود كان جرما كبيرا في حق المنطقة. لا، ما زال لدي سؤالين. تفضل. ولكن قبل ذلك، هل يمكن اعتبار تصريحات السيدة بهيجة السيمو، هل يمكن أن نربطها بتصريحات السيد ناصر بوريطة عندما قال لنلتقي في صحراء أخرى إن شاء الله؟ لا، هو لما صرح نتمنى أن نلتقي في صحراء أخرى إن شاء الله. لا، لما صرح ناصر بوريطة لما نلتقي في صحراء أخرى كان الأمر متعلق بقمة النقب التي جمعت الدول التي وقعت على اتفاقية أبراهام مع إسرائيل، واللقاء عقد في صحراء النقب اللي هي في يعني في فلسطين المحتلة، وقال لن نلتقي في صحراء أخرى، كان يقصد الصحراء المغربية الغربية أي الداخلة، وكان من المفروض أنه يتم عقد ذلك في الداخلة، لكن تغيرت الأمور نظرا لما وقع في غزة مؤخرا، وبالتالي تم تأجيل ذلك اللقاء. لكن أستاذي الفاضل، لكن أستاذي وليد، يعني السؤال، لماذا لم يسمي الصحراء بما أنها يعني لديها تسمية صحراء النقب، لماذا لم يسميها، لماذا يعني تركها مبهمة؟ هو لم يذكر اسم الصحراء، هو قال نتمنى أن نلتقي في صحراء أخرى وابتسم. هو كان يقصد الصحراء المغربية، كان يقصد الصحراء المغربية، وكان يقصد أن يتم اللقاء، وفعلا تم التحضير لأن تكون قمة في الداخلة، ولكن تم تأجيلها طبعا بالنظر إلى الظروف التي أو الأحداث التي تطورت بعد ذلك. نعم، شكرا أستاذي. ما زال هناك سؤالين إذا سمحتي. أول شيء، السؤال الأول يتعلق بالتقارب الجزائري الإيراني، ألا ترى فيه خطورة على الشعب الجزائري وعلى الجزائر من جهة، وعلى المنطقة من جهة أخرى، ثم التصرف الذي أقدم عليه التبون عندما أراد أن يجر أمير قطر من يد مانيش نسمع الصوت. نعم، تسمعني الآن؟ أنا نسمعك، تفضل. نعم، يعني ألا ترى أن التقارب الجزائري الإيراني فيه خطورة على الجزائر وعلى المنطقة بصفة عامة، وكذلك بالنسبة للحركة التي أقدم عليها تبون عندما يعني في تلك الحركة اللي علق عليها العالم، عندما يعني أراد أن يجر أمير قطر ويضمه مع الرئيس الإيراني، يعني تلك الحركة. هو نظام طهران نظام راكم عارفين الممارسات نتاعو مشبوهة في الدول العربية، ونظام خلاط. أنا واحد الوقت راكم عارفين سميته بأنه يعني كاين شيطان شمال أفريقيا وكاين شيطان الشرق الأوسط. هذا نظام طهران، نظام يقوم بالمؤامرات ويخلط كثيرا. يعني يا ريت لو هذا النظام في الجزائر يعي خطورة أنك تطور علاقتك مع إيران، بما يعني إذا كانت في إطار يخدم مصلحة البلدين يعني من الجانب الاقتصادي ومنها أوكي، لكن باش تطور علاقاتك من أجل أن تزيد في التخلاط في المنطقة نتاع شمال أفريقيا، فهذا أمر خطير، خطير طبعا على الجزائر كما قلت. وأيادي إيران ليست بيضاء في دول المشرق العربي، في دول الشرق الأوسط، شفنا تدخلها اللي كان في سوريا، شفنا التدخل نتاعها في ليبيا، شفنا التدخل نتاعها في العراق وفي اليمن. كل هذه التدخلات لم تجلب إلا الخراب لهذه الدول، ونحن يعني نتمنى أن لا تكون لهذا النظام المارق أي أياد سوداء على منطقتنا وعلى رأسها بلادنا الحبيبة الجزائر، لأن هذا النظام أثبت على أنه نظام يعني يبحث عن التدخل في شؤون الدول، وبما طبعا ما في إطار ما يسميه بتصدير ثورته إلى هذه الدول. التقارب مؤخرا شفنا زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الجزائر طبعا من خلال قمة منتدى
منتدى الدول المصدرة للغاز، لكن الملاحظ هذه المرة هو أن الرئيس الإيراني وعلى مرتين، وهذه نقطة مهمة جدا، أنا كنت سبق وأني تكلمت فيها، أنه أثناء المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد المجيد تبون لم يتم التطرق من جانبه، لم يتم التطرق إلى ملف الصحراء المغربية، ولم يبدي أي تعاطف من جانبه تجاه البوليساريو، رغم أن عبد المجيد تبون قال هناك تطابق في وجهات النظر، لكن الرئيس الإيراني لم ينطق بحرف واحد حول هذا الملف. والأمر يعني أكدته وكالات الأنباء الإيرانية، وكنت أسبق أنني نشرت حول هذا الموضوع في حساباتي. الأمر الثاني، أثناء حواره مع التلفزيون العمومي الجزائري، وهنا تأكد بما هو جلي على أن الرئيس الإيراني طلب من التلفزيون الجزائري عدم طرح سؤال متعلق بالبوليساريو وملف الصحراء المغربية. يمكن وضع هاد الإشارات في أن نظام طهران لم يرد أو لم يود من خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى 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 الجزائر استفزاز المملكة المغربية، بل أكثر من ذلك هناك إشارات ود من قبل نظام طهران تجاه الرباط. هل هذه الإشارات فيها نية صادقة نحو إعادة العلاقات بين المغرب وإيران، أو هناك يعني محاولة للتغطية أو التملص من مسؤولية إيران في تزويد حركة البوليساريو بصواريخ التي استعملت مؤخرا في استهداف أو الوصول إلى أهداف مدنية بمدن الصحراء المغربية؟ أمام إيران أن تثبت للمغرب أنها تمتلك النية لبعث علاقات يعني أو طي صفحة الماضي، وإذا أثبتت ذلك نحن مع إصلاح ذات البين مع الجميع، لأنني أنا شخصيا أنادي بأن تكون العلاقات بين الدول علاقات ود واحترام، لكن يجب أن تتوفر النية الصادقة. هناك أمر آخر ممكن جدا، وهذا يعني لأن هذا النظام الحاكم في الجزائر عودنا على أنه لا يتخذ القرارات من اعتباط يعني أو بشكل عشوائي مخطط. ستقوم بهذه المهمة مثلما يقوم به الحوتي في باب مندب، والحوتي هو أحد أدرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجب التحليل بعمق وربط الأمور ببعضها البعض. وطبعا إيران إذا كانت تريد يعني بناء علاقات عليها أن تكشف عن نواياها وأن تثبت على أنها نيتها صادقة تجاه المغرب. كنا شفنا كيفاش وقع تقارب سعودي إيراني مؤخرا، هذا أمر يعني يخدم المنطقة نتاع الشرق الأوسط، ونتمناو أنه لا تكون نية سيئة من قبل نظام طهران تجاه منطقتنا، لا مع يعني خصوصا مع المغرب، وتوظيف هذه الحركة الإرهابية الانفصالية كفأر تجارب لدى نظام طهران، مثل ما تستعمل في إيران تجارب في منطقة الشرق الأوسط لتجريب بعض أسلحتها، بل الأكثر من ذلك من أجل تنفيذ سياستها وأجنداتها التي طبعا لا تخدم شعوب المنطقة بل تخدم الرؤية الضيقة لنظام طهران. نشوف أخ آخر، تفضل الجريدة المغربية هنا. السلام
لقد انقطع الاتصال. صح جدا. استاذ وليد، عندي واحد سؤال واحد اخر اذا امكن. تفضل تفضل تفضل. الخرجه الاخيره ديال النظام العسكر بفتح تمثيليه لجمهوريه الريف الوهميه، هذا لا يعني انهم يرون ان الملف الاول ديال الجبهه الوهميه ديال تندوف انه بدا يتلاشى، ولهذا هما مادام مصرين على ديمومه الصراع ما بين المغرب والجزائر انهم محاوله جديده زعما لاستمرار دائما فتح ملفات ولا بؤر التوتر ما بين المغرب والجزائر باش يبقاو دائما مستمرين في الحكم. يعني أعيد السؤال من فضلك. ألا ترى أن هذه الخطوة الجديدة الأخيرة هذه ديال فتح تمثيلية الريف أنهما هذه كتدخل في استمرار ديمومة الصراع مع المغرب، نظرا أنهم يرون أن أصبح قضية ملف مغربية الصحراء أنه وشيك الانتهاء ولا طوي تم طيه، هما دابا مصرين على الصراع مع المغرب، فتحوا جبهة أخرى ديال الصراع لأنهم هما كما تعلم أنهم ديمومة الحكم ديالهم مرتبطة بالصراع مع المغرب. طبعا طبعا، هما فتحهم لهذا الملف او هذا التمثيليه داخله في اطار يعني استمرار العداء مع المغرب، حتى لانهم شافوا بان ملف الصحراء الغربيه المغربيه سيتم طيه بشكل رسمي قريبا، وخصوصا انها هذا النظام يتعرض لضغوطات خصوصا من قبل الولايات المتحده الامريكيه التي تبحث عن طي هذا الملف قبل الانتخابات الأمريكية حتى تستعمله كنصر لها وتوظفه كورقة انتخابية. والنظام الحاكم في الجزائر اقتنع بأنه خسر هذه الورقة، وأن ما حصده من هزائم دبلوماسية هي تحصيل حاصل لسياسته الخاطئة وسوء تدبيره لهذا الملف، لأنه لم يثبت على أنه يمتلك النية الصادقة لحل هذه المشكلة، وبين للقوى العالمية على أنه ليست له الشجاعة من أجل الذهاب نحو حل هذا المشكل، وبالتالي يرى في تحريك أو في فتح تمثيلية لهؤلاء يعني باسم الريف يعني هو ورقة أخرى يستعملها ضد المغرب، لكن هذه الورقة هي ورقة ضعيفة، ولن يعني إذا كان ما حقق بعض المكاسب في بالنسبة لملف الصحراء المغربية في بداية السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وجاب اعترافات من دول بهذه الجمهورية الوهمية، بالنسبة لهذه الحركة التي الانفصالية اللي جاب 4 مغاربة من أصول ريفية باش يفتح لهم ملف، هذا الملف ضعيف للغاية ولن يحقق منه إلا بعض الزوبعة الإعلامية التي يريد من خلالها استفزاز المغرب فقط إعلاميا. هذه القضية ليست مسجلة بالأمم المتحدة من قضية الصحراء، وبالتالي من الصعب على هذا النظام أن يمشي فيها بعيد، وهذه الحكاية هذه ديجا ماتت، يعني ما عندهاش ما كانش تأثير كبير، و يعني لا على الداخل هنا في الريف في المغرب، ولا بالنسبة للجالية المغربية اللي من أصول ريفية اللي متواجدة في أوروبا بقوة. سؤال آخر سي وليد، تعيين السفير الجديد جوشوا هاريس، ألا ترى أنه في إطار الشيء اللي قلت الضغط الأمريكي على هذه العصابة باش حلحلة هذا الملف، أنه تعيين هذا السفير الجديد مع العلم أنه مختص بالملف منطقة المغرب العربي، أنه واحد طريقة أخرى من الضغط على هذا النظام باش كما قلت أنت أنه باش يحل هذا المشكل؟
هو تعيين جوشوا هاريس اللي هو مختص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب الوزير الخارجية الأمريكي كسفير للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر في هذا التوقيت اللي هو قبل الانتخابات الأمريكية، هو يعني تفسيره واحد، هو أن إدارة بايدن تريد أن يقوم جوشوا هاريس بدور يعني أكبر، وهو الوسيط، لأنه هو قام بدور الوسيط ما بين الجزائر والمغرب في الأشهر القليلة الماضية، وزار الجزائر لمرتين، وكي يشتغل عن قرب تمت الموافقة عليه بتعيينه سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. طبعا مهمته الوحيدة ستكون العمل من أجل طي ملف الصحراء، ويعني إيجاد الفورمول يعني من أجل تجاوز هذا المشكل، وغادي يمارس ضغوطات كبيرة على عصابة العسكر في هذه الأشهر المقبلة من أجل يعني تجاوز هذا المشكل. ولهذا رانا نشوفوا يعني تسريبات، خصوصا التسريب الأخير عن تقرير استخباراتي بريطاني اللي يقول بأن يمكن النظام غادي يقوم بتأجيل الانتخابات والإعلان عن حرب، يعني لأن غادي يكون المناطق يعني الجزائر في وضع صعب جدا. هذا محاولة من العصابة للتملص أو العمل على عدم إنجاح مهمة جوشوا هاريس، لأن هذا النظام دائما أقول لكم لا يمتلك النية الصادقة من أجل حل المشكل مع المغرب، وأنه يرى في هذا الملف واستمراريته ودمومته يعني يخدم هذا العصابة وهذا النظام الحاكم في الجزائر. مهمة جوشوا هاريس مهمة صعبة جدا، لم تكن مستحيلة، لأن الطرف الذي سيضغط عليه هو طرف لا يمتلك النية الصادقة من أجل حل المشكل هذا مع المغرب. وهذا التعيين يأتي في إطار زيادة الضغوطات على عصابة العسكر من أجل أن يعني أن الإدارة الأمريكية تراعي المصالح نتاعها بالدرجة الأولى، وتشوف في حل هذا المشكل أنها ورقة تستعملها داخليا في خصوصا وأن الانتخابات الأمريكية على الأبواب. لكن لا أعتقد أن جوشوا هاريس في ظل هذه الظروف سيتمكن من النجاح في مهمته. نشوفوا آخر. يدو حسين أبو براء، نشوفوا هذا الأخ. تفضل أخي. تفضل أخي. بارك الله فيك. عندي لك سؤال. كتسمعني مليح؟ تفضل أخي. تفضل. بارك الله فيك. قلت لك النظام الجزائري حاليا يعيش حالة انهيار التام، يعني عنده مشاكل اجتماعية كبيرة بالخصوص. عندك صوت صوت. لكن النظام الجزائري حاليا. تفضل. واخا. إذا كان ممكن تنقص من صوت التلفاز. قلت لك. استمتعني. نقص الصوت ديال التلفاز، نقص. واخا. تفضل تفضل سي شكري. تفضل. شكرا أخي. الجريدة المغربية أظن أنه الآن طالب في وضعية تسمح له أنه يطلع الكست. أنا السؤال ديالي مرة أخرى سي وليد بخصوص يعني الانتخابات الرئاسية.
هل في نظرك أنها ستجرى في موعدها أم أنها ستؤجل، وأن هذا النظام العسكري الدكتاتوري طبيعة الحال سيلجأ لأي وسيلة من أجل تأجيلها؟ أنا شخصيا أعتبر أن مسألة التأجيل مستبعدة. علاش؟ لأن هذا النظام وهذه التسريبات اللي وقعت واللي شفناها من التقرير الاستخباراتي الألماني وما قاله بعض الشخصيات السياسية وبعض الشخصيات الجزائرية الإعلامية، أعتقد أنه هي متعمدة من قبل هذا النظام لخلق واحد لا بوليميك فقط. لكن التأجيل مستبعد جدا، يعني قد يضطر إلى هذه الخطة إلا في حالة واحدة، وأن الضغوط زادت عليه خارجيا من أجل الدفع نحو حل المشكل، خصوصا الضغط الأمريكي فيما يخص ملف الصحراء. أما بصفة عامة هذا النظام سيجري هذه الانتخابات التي لا روح لها ولا تمثل سلطة الشعب ولا تمثل إرادة الشعب، هو يعي ذلك ويجري هذه الانتخابات من أجل أن يبقى أنه داخل إطار دستوري، وأنه لن تكون هناك قوى دستورية غير شرعية. مستبعد جدا التأجيل، يعني أنا هذه وجهة النظر انتهي، ولو أنه هناك أطراف داخل النظام لا ترفض تزكية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، لكن الجانب القوي أو الجناح القوي داخل النظام يدعم عهدة ثانية لعبد المجيد تبون. الجريدة المغربية، تفضل أخي إذا كان باغي تتكلم. شكرا وليد، نسمحوا للأخ. السلام عليكم ورحمة الله. سي وليد عواشر مبروكة وكل عام وأنت بخير، ودمت يعني رجلا طيبا، وأنا من الأصدقاء ديال سي محمد بن داحة، وكان لنا الشرف كنا مبرمجين أننا باش نتلقاوك نديروا معك واحد الحلقة في قناة الجريدة المغربية، ولكن للأسف انقطع التواصل. إذا لندخل مباشرة على نعم بارك الله فيك، لندخل مباشرة على السؤال. هناك تخطيط بالنسبة للنظام الجزائري عندما خطط من مع الخونة من أجل إنشاء مكتب للاتصال أو قنصلية أو نسميه كما شاءوا، هل يعتبر ذلك يعني انتحار سياسي بالنسبة للنظام الجزائري؟ وهل نعتبر ذلك بأن النظام الجزائري سقط في الفخ لأنه شرعنا الملف ديال القبائل؟ ونحن نعرف بأن هذا ليس توجه سياسي ديال الدولة المغربية، ولكن الآن مطلب شعبي لكل المغاربة بأنهم سيدعمون القبائل. هذا سؤالي الأول، هل نعتبر هذا بأنه انتحار سياسي بالنسبة للنظام الجزائري؟ مرة أخرى إلى رجعنا اتفاقية مدريد سنة 1975، عندما يدعي هذا النظام وربيبتي البوليزاريو يقولون تقرير المصير بالنسبة لاتفاقية مدريد، ألا نرى بأن إسبانيا هي التي كانت مستعمرة للصحراء المغربية واستدعت موريتانيا واستدعت المغرب؟ إذن كان هناك حوار ثلاثي. السؤال المطروح، بما أن الجبهة الوهمية تأسست سنة 1973 عن طريق مصطفى الوالي السيد وكذلك البشير الدخيل والطلبة المغربين، إذن لماذا لم تستدعي إسبانيا الجبهة الوهمية بما أنها كانت موجودة؟ إذن كان هناك حوار وسوية الملف بطبيعة الحال ما بين حلف ثلاثي إسبانيا وكذلك موريتانيا وكذلك المغرب. السؤال المطروح، لماذا لم تستدعي إسبانيا البوليزاريو؟ وهذا دليل قاطع بأن ذاك المسألة ديال تقرير المصير وتقرير العصير سي وليد مجرد هرطقات ليس إلا. شكرا لك. شكرا للجريدة المغربية، تحية لك، ومن خلال هذا المنبر نحيي السي محمد بن داحة صديقي العزيز، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في المستقبل القريب. بالنسبة لسؤالك الأول، هو هذا النظام موالف يدير ديزاكت سويسيد، يعني دائما يدير محاولات انتحار، وهذه الخطوة التي أقدم إليها هي خطوة بائسة لن تحظى بأي تأييد، لا على مستوى الريافة ولا على مستوى حتى يعني أقوى حلفاء هذا العصابة نتاع العسكر، لأن هذا الأمر يعني مجرد ترهات. والمغرب أثبت على أنه بلد لا يعني يجمع ولا يفرق، المغرب لن يدعم أي حركة انفصالية بما فيها الماك التي تبنت هذا الفكر يعني بدفع من قبل هذا النظام الحاكم في الجزائر من أجل أن تعيش الجزائر في عقلية أن هناك تآمر عليها، وبالتالي هو كان يوظف ورقة الماك من أجل أن يحكم قبضته على البلاد. أتمنى أن المغرب ما يردش على هذا العصابة نظرا لمحدودية تأثير هذه الخطوة التي قام بها 4 مغاربة من أصول ريفية، طبعا وجدوا في هذا العصابة يعني مصدر دخل لهم،
لهم، لأن هذه العصابات تبعثر مال الشعب يمينا وشمالا. على العكس من ذلك، من حركة الماك هي حركة نشطاؤها يقومون بنشاط سلمي، يتبنون فكر انفصالي لكن يقومون بنشاط سلمي، ولهم صيت والعالم يعرفهم ويقوموا ب يعني وقفات ونشاطهم في العاصمة بالدرجة الأولى، بالعاصمة الفرنسية باريس. هذا أمر ماهوش يعني جديد، وهذه الحركة لا تحظى بأي دعم من قبل الدولة المغربية. ولو كان الأمر كذلك لكنا شفنا مقر لهذه الحركة بالمغرب. وأنا كنت سبق أنني رديت على أحد الأصوات التي تعتبر نفسها معارضة للنظام، أين ساوى بين النظام الحاكم في الجزائر والنظام الحاكم في المغرب، وأن كلاهما يدعمان حركة الانفصالية الأمازيغية، وهذا كله ترهات وأكاذيب وظلم في حق المغرب. المغرب يريد النظام الحاكم في الجزائر أن يرد على استفزازاته وعلى خارجاته، لكن لحد الساعة شفنا أن الإعلام الرسمي المغربي لم يرد، والخارجية المغربية لم ترد، ولا أي مسؤول في الدولة المغربية رد على هذه الخرجة البائسة أنت هذا النظام، الذي طبعا نحن نعلم لماذا يستعمل هذه الورقة، من أجل لأنه يدرك بأنه حصل الهزائم في ملف الصحراء المغربية، ولم يبقى الكثير من أجل طي هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة. السؤال الثاني فيما يخص الاتفاقية الثلاثية ما بين إسبانيا أو اتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975، التي وقعت بين الجانب الإسباني والجانب المغربي والموريتاني من جهة أخرى، في تلك الاتفاقية يعني ليس فقط لم يعني تتحدث عن البوليساريو التي طبعا لم تكن طرف، وما هوش باعتراف إسباني، لأن شوف إذا تكلمنا على المراسلة أو الاتفاقية التي أعلن عنها في 14 نوفمبر 1975، واش نعطيك أكثر من ذلك، في 19 نوفمبر 1975 يعني الجزائر اللي هي احتضنت البوليساريو، مراسلة مندوب الجزائر بالأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1975 قال بالعبارة الواحدة، وأنا كنت سبق أنني نشرت ذلك في جميع حساباتي وتكلمت على هذا الأمر، قال بعبارة صريحة أن الأطراف المعنية بهذا الملف ثلاثة، وهي الجزائر، المغرب وموريتانيا. حتى السفير الجزائري، حتى المندوب الجزائري بالأمم المتحدة في المراسلة التي بعتها إلى العميل العام للأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1975 لم يتحدث على البوليساريو. وإسبانيا في الاتفاقية الثلاثية قالت بأن ممثلية ساكنة، ما همش الشعب، الساكنة الصحراوية هي الجماعة الصحراوية، هي الجماعة الصحراوية، ولم يتكلموا عن حركة البوليساريو التي تأسست في 10 مايو 1973، والتي كان هدفها طرد المحتل وليس إقامة دولة. والبيان الصادر عن تأسيس أو البيان التأسيسي لحركة البوليساريو واضح، وأنا كنت سميت أن تلك الحركة هي لافري بوليساريو التي كانت إلى غاية تحرير المغرب لصحرائه، أما التي احتضنتها الجزائر هذه بوليساريو تايوان، وليست لها علاقة بالحركة التي تأسست في 1973. واتفاقية مدريد تأكد على أن إسبانيا أنهت احتلالها للصحراء المغربية الغربية، وأنها سلمت الإدارة آنذاك للمغرب ولموريتانيا، لأن المغرب ما هوش تقاسم الصحراء مثل ما يقول الكثير ومثل ما يوهم البعض. المغرب لم يقتسم الصحراء، بل المغرب وضع يده في يد موريتانيا التي اعترف بها إلى غاية سبتمبر 1969، وضحى بمطالبه من أجل القضية الفلسطينية، وضع يد الحسن الثاني رحمه الله في يد مختار ولدادة رحمه الله من أجل تعزيز الموقف التفاوضي الإسلامي العربي المغاربي الأمازيغي، يعني الموريتاني المغربي تجاه المحتل الإسباني. وكان انضم بومدين يعني بعد لقاء نواديبو، لكن بومدين أخطأ على حساباته وأراد
أن يعني دخل في مفاوضات سرية مع إسبانيا في 94، لكن فشلت الأمور ولم يتحمل تلك يعني القوة أو تلك الاتفاق أو العلاقة القوية بين المغرب وموريتانيا لتحرير الصحراء، وانكشف أمره بعد عودة بوتفليقة من زيارة الرباط في 1975 شهر يوليو، وانقلب 180 درجة تجاه المغرب، وتنكر لما صرح به في يوم 15 يونيو في 1972 عندما تم توقيع معاهدة ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر واستغلال منجم غارج بيلات آنذاك بومدين رحمه الله، قالها بصريح العبارة: نحن لسنا مطالبين بأن نجدد كلامنا حول دعمنا للمغرب، والأمر موجود في جريدة لوموند الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1972. قال لن نجدد، يعني احنا ما لناش محتاجين باش نجدوا كلامنا حول تأييدنا وتضامننا ووقوفنا مع المغرب من أجل تحرير الصحراء المحتلة من قبل إسبانيا. لكن للأسف تغير ذلك أشهر قبل المسيرة الخضراء، وحدث ما حدث. أريد فقط أن مجموعة من الانفصاليين الخونة الآن في بثوث مباشرة يتكلمون عن مصطلح جديد، ولا أنهم كيتداولوه بكثرة، مصطلح الجماعة. هل الجماعة كانت يعني جمعية انفصالية أم كانت يعني مع المغرب؟ مسألة أسهل خطري ولد الجماني اللي قدم نعم. نعم شكرا، لأن هذا بغوا يعرفوه مجموعة من المغاربة، لأن بعض الانفصاليين نعم نعم مصطلح الجماعة اللي جاء في اتفاقية مدريد كان يترأسها خطري ولد الجماني الذي قدم الولاء والبيعة للملك الحسن الثاني وأهداه الملك الحسن الثاني رحمه الله برنوسه، يعني هو كان رئيس الجماعة مش جماعة البوليساريو التي نرتمه في حضن في حضن في حضن في حضن النظام الحاكم في الجزائر آنذاك. لا علاقة بين الجماعة الصحراوية وحركة البوليساريو. الجماعة الصحراوية هي التي بايعت الملك الحسن الثاني، وهي التي كان يترأسها خطري والجماني، وجاء اسمها في اتفاقية مدريد التي وقعت في 14 نوفمبر 1975. سؤال، إذا يعني أنهى السؤال ديالو السي جريدة المغربية. تفضل أخ شكري، تفضل. نعم شكرا. تكلمنا في الأول على التقارب الجزائري الإيراني. التقرير الأمم الأخير سيد وليد بخصوص يعني المبادلة التجارية الإسرائيلية مع الدول العربية، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة، وهي يعني جاءت في المرتبة الرابعة قبل المغرب بمرتبتين. ألا يؤكد هذا على أن هناك تطبيع أقوى من تطبيع المغرب مع الجزائر على حد يعني التسمية ديال المومة، وأن هناك تطبيع تحت الطاولة، وأن هذا التطبيع أو هذا أنواع التطبيع هو أخطر أنواع التطبيع سي وليد؟ هو بالنسبة لحجم التجارة كان هناك تقرير صادر على تريد يعني تابع للأمم المتحدة بخصوص التعاملات التجارية، لكن هذاك لوليان ما بقاش. أنا كنت دخلت له ولكن لم أجده. يتكلم على أنه في سنة 2022 المبادلة التجارية لحقت 22 مليون دولار عبارة عن صادرات جزائرية إلى 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 إسرائيل. العلاقات التجارية كانت تطورت في خلال سنوات التسعينات، عند كانت موجودة حرب أهلية ما بين يعني في الجزائر للأسف خلال سنوات التسعينات، وتم استيراد مستلزمات طبية، بل زار وفد إسرائيلي من وزارة الصحة الإسرائيلية زار الجزائر آنذاك. يبقى التبادل التجاري محتشم، يعني باش نكونوا منصفين، لأن التبادل التجاري كبير، يعني وحجم التبادل التجاري كبير لا يوجد بين 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 إسرائيل والجزائر. هناك كانت محاولة لتطبيع تحت الطاولة قاده بوتفليقة في بداية عهدته الأولى في بداية الألفينات، وانتهى المشروع مع الانتفاضة الأقصى في بداية
بداية الألفينات، كان هناك لقاء ما بين شيمون بيريز وعبد العزيز بوتفليقة في بالما دي مايوركا، وأنا كنت سبق أنني تكلمت حول الموضوع وتعشوا في رحبة هناك. ولكن هذا لا يعني أن الاتصالات انقطعت، لأن الرجل الذي شكل الوسيط بين النظام الحاكم في الجزائر وإسرائيل هو السفير الجزائري السابق بسويسرا الدكتور إدريس الجزائري، اللي هو حفيد الأمير أمير عبد القادر، هو الذي كان يعتبر قناة الاتصال بين 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 الإسرائيليين والجزائريين. وقنوات الاتصال لم تنقطع إلى يومنا هذا، وحاليا الوسيط اللي هو بين النظام و و و و و وإسرائيل هو عميد مسجد باريس شمس المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ، الذي يمثل يعني أو له صداقة مع سفيرة إسرائيل بالعاصمة الفرنسية باريس. طبعا النظام لا يحب تطبيعا علنيا، يحب أن يبقى أمور تحت الطاولة وتواصل تحت الطاولة، والأمر لم ينقطع أبدا بين هذه العصابة التي وإسرائيل منذ عقود. يعني هذا أمر معروف، ولكن طبعا العصابة لا تستطيع أن تصرح بذلك أو تترك أو يعني تقول للإعلام باش يتكلموا في هذا الموضوع. الإسرائيلي اللي شكر الجزائر على تعاونها ودعمها مؤخرا. ما سمعتك شو قلت لي؟ كلمة الرئيس الإسرائيلي اللي وجه الشكر للجزائر على تعاونها وتضامنها مع إسرائيل. الرئيس الحالي الإسرائيلي. نعم. ما شفتهاش أنا هذه بكل صراحة. على العموم كان واحد المقطع من بعد نعم كان واحد المقطع متداول، إذا نأجله السؤال إلى أن تطلع إن شاء الله على هذا الموضوع. فقط بغيت سؤال بخصوص يعني تقييمك أستاذ وليد، تقييمك لشخص الرئيس الجزائري تبون، يعني خصوصا يعني ما يتعلق بالأرقام الفلكية المجنونة التي يطلقها، يعني تحدث عن أن يعني من داخل الأمم المتحدة تحدث على أن الجزائر ستقوم بتحلية ما يعادل مليار و300 مليون متر مكعب من مياه البحر. تحدث أيضا على أن الجزائر أو السلطة الجزائرية ضبطت مبلغ يقدر ب 36 مليار دولار أو ما يعادل 500 ألف مليار سنتيم جزائرية في بيت عائلة جزائرية في حي شعبي. تحدث أيضا على أن الأمير عبد القادر تسلم كوابيس من جورج واشنطن رئيس يعني الأمريكي، ونعلم على أن جورج واشنطن توفي في 1793 بينما الأمير عبد القادر ازداد في 1808. تحدث على أن نيكولاس الثاني قيصر روسيا يعني أعطى وساما للأمير عبد القادر، ونعلم جميعا على أن نيكولاس الثاني قيصر روسيا تقلد الحكم 11 سنة بعد وفاة الأمير عبد القادر. نتحدث عن أرقام خيالية أخرى عندما صرح وزير السياحة الجزائري أن 120 مصطف جزائري زاروا شواطئ الجزائر، ونعلم جميعا على أن الجزائر عدد نسماتها على حسب تصريح على حسب يعني التصريح الأخير أنه 45 مليون نسمة. كذلك قال أنه 12 مليون من السياح الأجانب زاروا الجزائر. ما تعليقك على هذه الأرقام الفلكية المجنونة سي وليد، وخصوصا تصريحات تبون؟ هو عبد المجيد تبون للأسف يتبوأ منصب أعلى منصب في الدولة الجزائرية اللي هو منصب رئيس الجمهورية، لكن لا يمتلك ثقافة عامة ولا يمتلك ثقافة سياسية، وللأسف المحيطين به من مستشارين لا يمتلكون ثقافة عامة، ولهذا القاروحة يوقع في أخطاء كبيرة مثل خطأ تحلية مياه البحر ومثل خطأ الكوابيس. أنا كنت السباق في طرح أو نشر هذا يعني أو انتقاد، لأنه لما كان يتكلم
قبل ما يتكلم الإجابة كنت نشرت تغريدة حول الكوابيس وأن الرئيس جورج واشنطن ولد قبل أن أو توفي قبل أن يلد الأمير عبد القادر. هذا طبعا يدخل في شخصية عبد المجيد تبون اللي هي شخصية للأسف يعني تتكلم بدون أن تعي ما تقول. والمفروض أن لما واحد يكون في منصب رئيس الجمهورية عليه أن يعني يحذر من التصريح بأي كلمة أو بأي حرف، لأن كل شيء محسوب عليه، وهو راه يمثل هنا الدولة يعني الدولة الجزائرية اللي راها مختطفة من قبل هذا النظام. للأسف الخرجات نتاعو أثارت أولا سخرية وأساء إلى صورة البلاد وأساء إلى منصب رئيس الجمهورية، ويعني بين على ضعفه فيما يخص ثقافته العامة. لكن اللوم ليس عليه وحيدا، لأن احنا ما نلوموش وحده فقط، لأن المفروض رئيس الجمهورية يكون عنده فريق نتاع مستشارين، فريق نتاع يعني الخبراء الذين يمتلكون الثقافة، لا ثقافة عامة وثقافة سياسية، وما يخلوش يوقع في مثل هاد المطبات أو مثل هاد الأخطاء أو مثل هاد الأغلاط التي تثير ضحكة وسخرية العالم. والأخطر من ذلك هو أنه لما كان يخطأ في برنامج أو حوارات مسجلة ولم تكن على المباشر، وهنا اللي يتحمل المسؤولية هو المستشارين نتاع عبد المجيد تبون الذين ما كانوش في المستوى وأدى إلى أن يقوم بخرجات يعني غير محسوبة وغير مضبوطة. ويعني أنا مثلا الأخطاء التي ارتكبها والتي يعني تكذبه يعني يجي التكذيب من قبل هيئة رسمية داخل الدولة الجزائرية، هو ما أثره حول الصادرات خارج المحروقات. وكان قال بأن هذا العام اللي فات رانا وصلنا 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات، وسنصل إلى 13 مليار دولار في 2024. لكن الحقيقة جاءت على لسان بنك الجزائر في التقرير الصادر في شهر يناير 2024، وين نتكلم على أن الصادرات من خارج المحروقات سنة 2023 لم تتجاوز 4 ملايير دولار. وهذه يعني التكذيب جاه من بنك الجزائر اللي هي هيئة رسمية في الدولة الجزائرية، وهذا يضرب بالمصداقية نتاعه. يعني شخص مثل هذا يتبوأ منصب رئيس الجمهورية يقدم مغالطات على هذا المستوى، هذا يحز في الناس، وهذه إساءة كبيرة طبعا للدولة الجزائرية. وهذا يؤكد مرة أخرى على أن عبد المجيد تبون الذي فرض ولم يكن يتمنى ولم يكن يحلم أن يصبح رئيسا للجزائر كان اختيارا خاطئا من قبل القايد صالح، وأن ترأسه للبلاد وحكمه بشكل يعني مع ثنائي مع شنقريحة أدى إلى ارتكاب أخطاء فادحة أضرت بالمصالح العليا للوطن. مرة أخرى السلام عليكم، أتمنى بأن الصوت تفضل الصوت واضح. تفضل اسمح. لدي سؤال سي وليد لو سمحت بطبيعة الحال، إذا كان الأخ مختار ماشي مشكل. شوفوا سي مختار إلى يتكلم إذا كان. السلام عليكم أخ وليد. أهلا سي مختار وعليكم السلام. لا بأس، هذا المختار العرضي، شكرا عزيزي. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل سي مختار يمكن لك تتكلم. يلا لايف مع الموضوع، لكن كان عندي واحد سؤال اللي شوية اللي ما فهمتوش. الخارجات ديال شنقريحة في الإمارات وفي قطر وفي هاد الخارجات في دول الخليج، ما هو تعليقك ما الآن مع تصريح المجلس الأعلى الخليجي وخصوصا وزير الخارجية القطري الذي قال بالحرف بأن نؤكد وندعم موقفنا الثابت من مغربية الصحراء ووحدتها الترابية؟ لماذا يتعامل النظام الجزائري فقط مع إسبانيا؟ وشفنا بأنه أقامت الدنيا وأقعدتها فقط لأن إسبانيا مشات مع المسار المغربي في تدعيم المقترح الذاتي، وهذا غير في واحد النيفو أصغر من النيفو ديال مستوى من المستوى ديال دول الخليج التي أقرت بمغربية الصحراء وكتقول بأن الوحدة الترابية خط أحمر. إذن في مستوى الاعتراف دول الخليج أكثر
واش هو خطاب مزدوج؟ واش كاين خوف من دول الخليج من هذا اللي ما بقيتش عرفت؟ هو السي مختار، العصابة الحاكمة في الجزائر عندها ان كومبلكس دانفيريوريتي، يعني عقدة نقص من دول مجلس التعاون الخليجي. والموقف نتاع دول مجلس التعاون الخليجي ماهوش موقف جديد، يعني منذ المسيرة الخضراء دول الخليج تقول الصحراء مغربية. وهذا النظام الموقف الخليجي، لكن لم يتمكن من ذلك. يعني هذا النظام لم يستطع، وهو مقتنع بأن هناك حلف استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وبالتالي سيقول أنه لا طائل من انتقاد الموقف الخليجي لأننا سنجيب روحنا المشاكل. لهذا هو يأمر الإعلام انتاءه بأن يتحاشى الذكر أو التطرق لقوة الموقف الخليجي الداعم لمغربية الصحراء، لدرجة أن أحد الأبواق انتاء العصابة يعني قالوا له أحدف المنشور الذي سميت فيه دول مجلس التعاون الخليجي بالطراطير. والفرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسبانيا هو أن إسبانيا، طبعا إسبانيا لها علاقة تاريخية بالصحراء، وإسبانيا النظام حاول، يعني النظام حاول على أنه يضغط عليها لأنه صدم وتفاجأ من الموقف نتاعها الذي تغير. وأنا لا أعتبره دعما فقط لمقترح الحكم الذاتي، أنا نقولها لكم صراحة، إسبانيا تعترف بمغربية الصحراء، فقط هذه الصيغة ما استعملتهاش، ولكن أؤكد لكم أن إسبانيا تعترف بمغربية الصحراء. وهذا اللي خلى النظام العسكري يصاب بالسعار ويعمل على أنه يؤثر من أجل أن يتراجع الموقف تاع الدولة الإسبانية. دول الخليج النظام بقى عنده مشكل مع الإمارات، وعنده قطر والسعودية وقطر بالدرجة الأولى، والكويت بالدرجة الثانية، يخشى من أن يخسرهم. وحالياً هم راهم خايفين أن دول الخليج ما يبقاش الموقف نتاعها متوقف عند 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 الإعلان عن دعم في قمم أو اجتماعات مجلس الوزراء، ويخشى من أن تقدم مثلا خصوصا المملكة العربية السعودية على فتح قنصلية بالعيون أو الداخلة. هذه النقطة راه خايف منها بشكل كبير، وبالتالي هو يتحاشى الدخول، لأنه إذا انتقد الموقف السعودي ولا هاجم الإعلام نتاع السعودية سيكون الرد صارم من قبل الدولة السعودية، وهذا اللي راهم خايفين منه. وبهذا هذا هو الفرق بين تعامل هذا النظام الذي طبعا يدرك ان على مستوى جامعه الدول العربيه ليس هناك اي تبني لدوله عربيه لمشروع هذا النظام، لان الدول العربيه لا تؤمن بالفكر الانفصالي بل وتحاربه. و يعني جامعه اثبتت الدول العربيه على ان موقفها ماشي فقط لدول الخليج، كل الدول العربيه تقريبا لا تتبنى هذه الاسطوانه نتاع هذا النظام، لا تتبنى هذه الاسطوانه نتاع هذا النظام. وبالتالي هو يتعامل بازدواج وبنفاق، ويوجه إعلامه يعني باش ما يتفادى الدخول في يعني انتقادات أو تهجم على دول مجلس التعاون الخليجي التي تستطيع أن نقولها بكل صراحة أن ترد على هذا النظام الحاكم الجزائر بقوة. وكنا شفنا كيفاش هو يخاف من أن يعني تتدهور الأمور، خصوصا في الوقت الحالي مع السعودية أو قطر علاقته معها ممتازة، لكن قطر يفكروا بواحد منهاج واحد آخر، يعني هم عندهم مصالح ويعني وعندهم حسابات مرتبطة بصراعات مع دول أخرى. طبعا راكم عارفين، ما نطولش ما نحكيش في هذا الملف، ما نتعمقش فيه، لكن هذا النظام يتعامل بازدواجية فيما يخص هذا الملف. وكنا شفناه مؤخرا كيفاش حاول أنه يتقرب من الدول التي لها قنصليات بالصحراء، دول إفريقية مثلا سيراليون، مثلا غينيا بيساو، يعني حاول أنه وجه دعوة واستقبل الرئاسة، لكن فشل
فشل في إقناعهم بالتراجع عن يعني الاعتراف بمغربية الصحراء. هذا النظام يعني متخبط وعنده ازدواجية في الخطاب، ولكن هذا راجع لحسابات معينة. ورانا شفنا مؤخرا يعني انتكاسته في طريقة تعامله مع إسبانيا، فشل في إقناع وزير الخارجية الإسباني باش ينال منه بعض الكلمات التي من خلالها يوظف أو يثبت يعني قرار رجوع السفير الجزائري إلى مدريد. لا نرى حاليا تهجما من قبل الصحافة نتاع الإعلام الحاكم في الجزائر إلى تجاه إسبانيا. طبعا هذه تمثل انتكاسة كبيرة لدى هذا النظام الذي أساء إدارة علاقته ليس فقط مع إسبانيا بل دول عديدة بخصوص هذا الملف. شكرا وليد. إذا سمحتي واحد آخر شفنا بأن إسبانيا إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء سي عبد الغني، بارك الله فيك. إنه آخر اللي شفنا بأنه السفير الأمريكي المقبل بالجزائر غيكون جوشوا هاريسون، وكنعرفوا بأنه هذا الشخص هذا كان هو أكبر دبلوماسي يعرف المنطقة جيدا، وحتى العربية كان العربية الفصحى يتقنها ويتقن الفرنسية ويتقن كثير من اللغات، وحتى الشخصية ديالو قاصحة كما كنقولوا حنا، شخصية قاصحة وإنسان براغماتي في التعامل ديالو. في إطار دابا حنا غادي نقولوا إما غادي يكون يلتحق بالجزائر إما في أواخر شهر مارس أو الأسبوعين الأولين من أبريل. وشفنا بأنه قام بزيارتان للجزائر والمغرب. الزيارة الأولى كانت تقريبا للطلب وساطة ولتهدئة الأوضاع ما بين المغرب والجزائر، وقال لهم بالحرف بأنه لا يمكن أن نقبل بأن تكون مناوشات أو أعمال عدائية من الجانبين، وأنا شخصيا والولايات المتحدة أضمن لكم حق أن المغرب ولا إسرائيل ولا المغرب سوف يتهجموا عليكم لأن أمنكم القومي مصان من جانبنا. هذا هو، لأنهم كانوا دائما يقولون بأن الخطاب الرسمي الجزائري أن استعداء المغرب واستقواءه بإسرائيل أو دول حليفة له يهدد أمنهم القومي. وجاء في أول مرحلة بأنه يضمن هاد المعطى بأنه لن يكون هناك استعداء من المغرب على الجزائر. الزيارة الثانية جاءوا ثاني وحتى زار مخيمات تندوف، لأنه مخيمات تندوف وشاف الساكنة، لم يكن هناك التقاط للصور، وكان هذا من باش كتعرفوا بأنه قاس حتى في الخطاب ديالو، أنا ما بغيتش شي واحد يصورني في مخيمات تندوف. الآن مشروع أمريكا نعرفوا بأنه لا يمكن أن تكون هناك حرب، لأنه لا كانت حرب ما بين المغرب والجزائر لا تقبلها أمريكا، لأنه الحرب يعني بأن الصين وروسيا سوف تدخل إلى المنطقة وغادي تخلط الأوراق. لذلك أمريكا تضمن أنه كتقول النظام الجزائري خطيونا من هاد العداءات، حتى حلف الناتو كالدول الأوروبية البرتغال إسبانيا إيطاليا فرنسا رحنا على بعد نصف ساعة من الحدود الأوروبية الجنوبية، ولا يمكن أن يكون هناك صراع أو اشتعال منطقة من جديد. ما رأيك أنا شخصيا تمثيل وإعطاء هذا المنصب لهذا الشخص هذا بالذات يعني في نقطتين: غادي نراقب الانتخابات اللي غادي تكون عندكم هذه السنة، لأن النظام يجب أن يستمر بتبون أو بغير تبون، خص تكون انتخابات نزيهة وسوف أراقب الانتخابات. وثاني حاجة أنا غادي نجي باش ما تكونش هناك تصعيدات، وراه كنا كنشوفوا السفيره الامريكيه السابقه دارت الولايات 26 ولايه اكثر مما زارت بول الولايات الجزائريه. لذلك امريكا انا كنشوف الان حطات الثقل ديالها في المنطقه وجابت عاوتاني بحال غارديان حارس الان او امني او شرطي في المنطقه. هذا تحليلي الشخصي، واظن بان امريكا القادم على النظام الجزائري بانه اما يلقى حل
مع الدولة المغربية وتأكيد مشروع الحكم الذاتي، وندخلوا في التفاصيل واش مشروع حكم ذاتي موسع فينا هما الصلاحيات. أظن أن هذا هو المشروع الذي غادي تجي به أمريكا في المرحلة القادمة. أنا أعتقد خويا مختار أن تعيين جوشوا هاريس يدخل أولا في إطار يعني إرادة من قبل إدارة بايدن للضغط من أجل غلق الملف حتى يتم توظيفه على مستوى الانتخابات الأمريكية، لأن الولايات إدارة بايدن كانوا معولين على ملف اتفاقية السلام بين السعودية وإسرائيل، لكن اللي حدث في غزة ألغى كل شيء. هم يحاولون الضغط حاليا من أجل، لأن هذا الملف الصراع ما بين الجزائر والمغرب هو ملف قديم جدا، ويعني إحلال السلام في المنطقة وغلق هذا الملف سيكون مكسب كبير للدبلوماسية الأمريكية. هم تعيينهم لجوشوا هاريس الذي يعتبر الوسيط وهو المسؤول على ملف شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو نائب وزير الخارجية الأمريكي، وكما قدمت لأنه يدخل اللغة العربية وأنه يعني صارم جدا. أعتقد أن أمريكا تحاول الضغط أكثر على عصابة العسكر من أجل غلق هذا الملف، لكن لا أعتقد أنه سينجح في مهامه. هي فرصة لعصابة العسكر، لأن في حال وصول الجمهوريين في الانتخابات في المرحلة القادمة وهو خصوصا وصول ترامب سيكون أمر صعب كبير على عصابة العسكر. يعني العسكر أنصحهم بأن يستغلوا فرصة الديمقراطيين حاليا في البيت الأبيض، يعني إدارة ديمقراطية. جوشوا هاريس يعمل من أجل حل توافقي، من أجل أن يتم غلق هذا الملف حتى لا يطلق العنان لتوغل قوى أخرى في منطقة شمال أفريقيا، وحتى تحقق أمريكا مكسب كبير يخليها توسع من نفوذها في هذه المنطقة. لكن العصابة التي دائما تبين أنها لا تمتلك النية الصادقة وأنها لا تمتلك الشجاعة من أجل أن تحل المشكل، وصدقني هذا المشكل الذي افتعله هذا النظام، والله ما احنا ما محتاجين لا جوشوا هاريس ولا، لو كان كانت عند هذا النظام الوطنية وكان كانوا يتقون الله في هذا الوطن وفي هذه المنطقة كنا قادرين نحلوا مشكلتنا ونمتلك الإرادة من أجل حل مشكلتنا بعيدا عن القوى الكبرى. وما كانش لي يقول لي يعني يقول لي بلي فعلا كاين تدخل تاع قوى كبرى وكاين حسابات، لكن لما تكون وطني وتحب الخير لبلادك وتحب الخير للمنطقة نتاعك من السهل أن نتجاوز خلافاتنا، لكن هذا النظام الخبيث لا يمتلك النية الصادقة. وتعيينه سيشكل، يعني تعيين جوشوا هاريس سيشكل ضغط كبير على هذه العصابة خلال هذه الأشهر، لكن صعب جدا أن ينجح جوشوا هاريس في حل هذه المشكلة، لأن الطرف أو المفتعل لهذا الصراع لا يبحث عن حل مع المغرب، لا يبحث عن الحل مع المغرب. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع. هذا النظام لا يريد حل لهذا المشكل، لأنه يرى بأن إنهاء هذا المشكل خطر لديمومة حكمه. وباش البزنس هو وين راه الملف في عودي؟ ملف حركة الريف هذا غير خرطي ما ينفعاش، لأن ملف الصحراء الغربية المغربية راه مسجل في الأمم المتحدة، أما هذوك جماعة اللي جابوهم عطاهم فيلا في البيار هذاك ماهوش ملف قوي يقدر يعول عليه. هذا النظام يرى بأن استمرار هذا الصراع واستمرار هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة هو الضامن لاستمراريته. وعلاش أنا دائما نقول لإخوة اللي عارضوا النظام الحاكم في الجزائر من بني وطني أن يعوا بأن نقطة ضعف هذا النظام هو ملف صراعه مع المغرب. إخواني إذا بغاو شي كلمة، عندي سؤال آخر أو تفاعل بالأحرى، نخلي الإخوان لو سمحت لدي سؤال أخير بطبيعة الحال ليس لدي الوقت الكافي. سي وليد نعم، بقي لكم سبع دقائق. سبع دقائق، غير سؤال بسيط وبسيط جدا. ألا ترى سي وليد بأن الآن عبد المجيد تبون أصبح الطرطور في مسرحية تقودها فرنسا وكذلك شنقريحة، خاصة عندما نرى بأن شنقريحة هو الذي يعمل كل شيء، خاصة عند أنه ذهب إلى قطر، ونحن نعرف بأن أراد الوساطة القطرية من أجل الحصول على يعني البركة ديال الإمارات. هذه أولا. ثانيا باختصار بطبيعة الحال رغم أن كانت عندي أسئلة كثيرة، ألا ترى بأن عبد المجيد تبون في حالة عدم حصوله على ولاية ثانية
ماذا سيكون مصيره؟ خاصة ونحن نعرف بأن عبد المجيد تبون متورط في ملف فساد من قضية البوشي و راك عارف. وأنت كجزائري عندي طلب من واحد الأخ يعني المتتبع راه معنا في التعليقات باعتبارك جزائري، هل أنت مع فتح الحدود؟ تحياتي لك وعشر مبروك. شكرا للجريدة المغربية. بالنسبة للتبون لا يمتلك سلطة قراره، القرار بيد الجيش، الجيش هو اللي قرر إذا يستمر وإذا ما يستمرش. أما في حالة عدم تزكيته هل ستتم محاسبته؟ لا أعتقد أنه ستتم محاسبته شخصيا، لأنه يتمتع بحصانة يعني تمنع عليه أن تتم المحاكمة نتاعه. هذا لا يعني أن ما يتموش محاكمة أفراد عائلته، لكنه كشخص لن تتم محاكمته لأنه ترأس الجزائر وعنده منصب رئيس جمهورية، وهذا عرف داير النظام، ما يحاسبش ليوصلوا المنصب رئيس الجمهورية. سؤالك الآخر حول سؤال أخ مغربي بالنسبة لفتح الحدود، خويا أنا شوف في هذا الوقت، في هذا الوقت لا أفكر شخصيا يعني بالنظر إلى الوضع اللي رانا عايشينه أنه نقول لهذا النظام فتح لنا الحدود. نحن لا نتوسل فتح الحدود من نظام لا يمتلك النية الصادقة من أجل إصلاح العلاقات مع المغرب، لكن كنت سبق أنني طلبت عدة مرات باش يكون هناك ممر إنساني، ما هوش فتح للحدود، ممر إنساني خاص بالعائلات التي لها علاقات، طبعا علاقات أسرية، وبالتالي هذا ماشي من حق هذا العصابة أن تعاقبها، وبالتالي هذا مطلب إنساني أتمنى أن يتحقق في أقرب الأجل. أما فتح الحدود مع نظام مثل هذا يعني شيء، يعني أنا شخصيا لا أطالب بفتح الحدود في ظل حكم هذا النظام، والحدود سيفتحها الشعبين يوما ما يعني، وستحطم هذه الأسوار، وهذا الأمر سيتحقق إن شاء الله في حالة ما تمكننا من بناء دولة مدنية ديمقراطية، وين يعني نرجع بعلاقاتنا مع المغرب إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم فتح الحدود. لكن في ظل حكم هذا النظام الأمر يعني ضرب من جنون من يطالب هذا النظام بفتح الحدود. أنا لا أتوصل فتح الحدود لنظام حكم مثل هذا النظام، هذا هو جوابي. نعم سي وليد كبير، في الإجابة ديالك على السؤال الأخير اللي طرحت عليكم قلت بلي أن التصريحات ديال الرئيس الجزائري تبون هي يعني تأتي بعد التسجيل، والخطورة في الأمر وأنه يتم يعني مراجعتها ومع ذلك تمرر مع المغالطات اللي فيها. ألا ترى أن السبب هو يعني في إطار الصراع ديال الأجنحة، وأن هناك أطراف في العصابة الأخرى التي طبيعة الحال تورد تبون في مثل هذه التصريحات؟ هذا من جهة. من جهة أخرى سي وليد، من فضلك ألا ترى أن يعني سؤالك وش قلت لي؟ نعم عاود السؤال من فضلك. واش ما كتشوفش باللي ان السبب ديال هاد التصريحات ديال تبون نعم تصريحات تبون هي يعني تنقل عبر يعني الاعلام الجزائري من بعد او يعني من او حتى يعني منابر اخرى من بعد يعني ما يتم تسجيلها ومراجعتها، ومع ذلك تمرر مع كم المغالطات التي هي في التصريحات ديال تبون. واش ما كتشوفش باللي ان يمكن يكون تآمر يعني ديال العصابة الأخرى، مثلا جبار مهنا ومن معه، يعني القصد هو تمرير تلك المغالطات لتوريد تبون مستقبلا؟ طبعا هذا شيء ماهوش مستبعد، وملاحظتك ذكية، هذا ماهوش مستبعد. نعم شكرا. إذن هناك صراع داخلي، إذا كان تبون سيعفى من المحاسبة هل يمكن أن ينجى من محاولة اغتيال؟ لا أنا طبعا نظام مجرم فعلا، لكن كل شيء وارد مع هذا النظام.
لكن لا أعتقد أنه غادي اش ما رجعوا السي وليد كبير، رجعوا الفتره اللي تعالج فيها تبون في المانيا، وخصوصا بعد ما رجع بواحد الرجل يعني كيعرج. هاد العلاج، هاد يعني الفتره ديال العلاج ديالو في المانيا، كثير ديال الاشاعات على انه اصيب برصاصه في احدى رجليه في محاوله اغتيال. لا 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 لا، كلام هذا كله اشاعات، لا لم يتعرض. نعم، ولكن هو مصاب بمرض السكري وداروا له كيما يقولوا شف، يعني تم بتر جزء من رجله فقط، ويتمشى بواحد الحذاء اصطناعي، هذه حقيقه. لكن هذه تاع اغتيال ما كانش منها هذا الامر هذا. لا، ولكن هل ممكن ان تكون يعني حياه تبون في خطر، انه ربما يتعرض كما قلت انه كل شيء وارد؟ لا لا لا، ممكن لا انه لا يتعرض لمحاوله اغتيال. تبون ماهوش اللي يشكل خطر على عصابه العسكر ولا العسكر باش يروحوا يفكروا في اغتياله، راهوش. نعم، لا لا، الحقيقه ماشي في الخطر سوالي، المشكل ماشي في الخطر، المشكل في انه يعني هناك اطراف في العصابه لا يريدون عهده ثانيه لتبون. ما تنساش يعني اذا رجعنا لافتتاح الملعب ديال نيلسون مانديلا في كاس افريقيا التي تنظمت في الجزائر، يعني شفنا اول مره ان رئيس دوله يحضر داخل الملعب يعطي كلمه الافتتاح بدون جمهور، وهذه اول مره تحدث. يعني عاده تكون كلمه الافتتاح مع حفل افتتاح. هما خافوا فقط من ان يرفع الجماهير شعارات مناوئه لتبون، هو اللي كان يحرص شخصيا على انه ما خاصش حتى واحد يسبه ولا يحد يعترضه في الطريق، وهذه تنفيذا لرغباته، لانه عنده مشكل كبير، عنده ان كومبلكس، وكان يشوف الجمهور يرفع شعارات سياسيه ولا يسبه في مدرجات الملعب. على العموم، نتمنى السلامة وطول العمر للرئيس الجزائري تبون، ونتمنى كل الخير للشعب الجزائري الشقيق الذي نقول له كل الحب والاحترام والتقدير، ونتمنى تقاعد قريب لشنقريحة كي يرتاح، ونتمنى يعني الخير، كل الخير للشعب الجزائري. كل الشكر والتقدير لكم سيدي الكريم السي وليد، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، وشكرا للمساحة وعلى سعة صدرك. شكرا لك أخ شكري، وشكرا للمتابعين، وشكرا لي، وأعتذر عن الضيوف الذين طلبوا باش يطلعوا في الآخر. إن شاء الله يكون بث مباشر آخر في يوم الغد، ونخليكم نحاول أنني نعطي مساحة إلى فرصة للمتدخلين إن شاء الله. الوقت راك تجاوز الوقت بدقيقتين، درنا في تقريبا ساعة وخمسة واربعين دقيقة. ألقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر. رمضان مبارك سعيد مرة أخرى، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.